أنواع الحبال 7. أنفعها الحبل السري يبقي الجنين حيا، وأشنعها حبل الإعدام الذي يوقف الأنفاس، وأرقها حبل الأفكار يقطع بكلمة، وأقصرها حبل الكذب ينتهي حيث بدأ، وأوثقها حبل المودة. قال تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأقربها حبل الوريد. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأقواها وأعظمها وأجملها حبل من الله لا ينقطع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جعل الله حبال المودة والمحبة بيننا في الله لا تنتهي.